أحسن الله إليك يا شيخ. هل في مصافحة القائم على الجالس دليل من الكتاب والسنة أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مصافحة القائم على الجالس؟ لا أعلم فيها شيئا من السنة، ولهذا لا ينبغي أن تفعل. بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد، من أول واحد إلى 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 آخر واحد، وهذا ليس بمشروع، وإنما المصافحة عند التلاقي. أما الدخول على المجالس فإنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أن يفعلوه، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ما يمر على القوم فيصافحهم. ولا سمعنا أيضا أنه إذا جلس حيث ينتهي به المجلس أنهم يقومون ويصافحونه. فالمصافحة على هذا الوجه ليست بمشروعة. وقد سألت عنها من نعتمدهم من مشائخنا فقالوا لا نعلم لها أصلا في السنة. أعرفت؟ هذه واحدة. بالمناسبة بعض الناس إذا دخل بالقهوة أو بالشاي صب للذي على يمينه ولو كان أصغر القوم، لو كان أصغر القوم، بناء على التيامن في كل شيء، وهذا أيضا ليس بمشروع. إذا دخلت فابدأ بالأكبر، إذا دخلت فابدأ بالأكبر ثم أعطي الذي على يمينك، مو على يمينه، على يمينك أنت، وامشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام اثنين وفي يده مسواك، أراد أن يعطيه أحدهما فقال، فقيل له كبر كبر، يعني ابدأ بالأكبر، بالأكبر فالأكبر. نعم لو فرض إنسان على يمينه شخص وعلى يساره آخر وأراد أن يعطيهما شيئا فليبدأ باليمين، يعني هذا يمين وهذا يسار، أما اللي أمامك ابدأ بالأكبر. وأنت إذا دخلت على المجلس ومعك الشاهي أو القهوة ما ليس على يمينك أحد ولا على يسارك أحد، دخلت إلى مجلس وأنت مار ابدأ بالأكبر. نعم.